مرحبا، كيفكم؟ انا كوتش عدنان من جلوري جيم والكوتش سهيلة من جلوري جيم. اليوم راح نشتغل معكم كم من تمرين للتشيست للور باك للباي تراي، راح نقوي فيها اغلب عضلات الجسم. بالبدايه هون راح نبلش بالاحماء، نحرك عضلات الكتف عشان نمنع الاصابه ونعلي درجه حراره الجسم. سوي الداخل 4 3 2 1. هل العكس نعكس الحركة بحيث إنه الكتف يكون عاملين له إحماء جيد قبل بداية التمرين لتتجنب من إصابة. تمام؟ وهيك كمان برضو بالبداية ممكن نسوي جامبين جاك عشان نعلي درجة حرارة الجسم. تبدأ خمبل شغل جو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هون نقدر نبلش. تمام؟ بالبداية رح نعمل تمرين الديد ليفت. تمام؟ بالدامز خلينا نبلش. تخلي رجلي باتساع الحوض. تمام؟ بلش انزل. هون اهم شيء ظهري يكون ستريت، تشين ان، بطني مشدود، ودخلي التشيست اب. راح نسوي 10 تكرارات بثلاث مجموعات. هون اهم شيء يكون ظهري مستقيم، بدي احافظ على استقامته. هذا التمرين ديد ليفت لمنطقة اسفل الظهر. تيمور 1 2. التمرين اللي بعديه راح نعمله دامبل شولدر بريس. تمام؟ هون تخلي تشيست اوف وبلش. خلي الدامبلز تبلش. ريدي جو 1 2. هون اهم شيء كواعي يكونوا لجوا شوي عشان نمنع اصابه الكتف. اهم شيء النفس، هون نازل اخذ نفس بس اطلع النفس. راح نسوي 10 تكرارات ثلاث جولات. باخذ نفس اطلع، باخذ نفس اطلع. ستوب. بعدين راح نسوي تمرين بنترو بالدامبلز. اوكي، هون دخلي رجلي باتساع الحوض. اعمل خلي ظهر ستريت واعمل سحب بالالبو لعضلات الظهر، عضلة اللاس. همشي هون نظري يكون اسفل، ظهر ستريت، بطني مشدود، وتخلي تشيست اب 4 6 7 8 9 10. اوكي، بعديها رح نشتغل تمرين تشيست بريس بالدامبلز. رح نام على اليوغا مات هون. بدي افتح صدري، خلي تشيست اب، بتعفي لورا، بدي امسك الدامبلز، بدي العب تمرين اسمه تشيست بريس بالدامبلز. اوكي، دبلش جو 1. خلي تشيست اب 2. باخذ نفس بطلعه 4 5. همشي احافظ على النفس، خلي صدري مفتوح، تشيست اب بطلع، بعمل كمان ثلاث عدات. هذا التمرين بلعبه ثلاث جولات، كل جولة بلعب فيه 15 تكرار تمرين تشيست. ستوب. وأنا مكاني بدي ألعب تمرين لعضلة الترايسبس بالدامبلز. أوكي، بدي أخلي الدامبلز فوق الراس، بدي أحاول أنزل وأخلي كواعي ثابتين، بطلع بعمل بوش 1 2 3. هاي العضلة الترايسبس 4 5 6. بسوي ثلاث مجموعات، كل مجموعة 10 تكرارات. أهم شيء هون أحافظ على التيمبو وأنا نازل شوي شوي، ما أكونش سريع. أطلع ستوب. بعدين رح نشتغل تمرين بايسبس لعضلة الباي. هون أهم شيء أحافظ على استقامة ظهري وتشيست اب. أبلش سينجل 1 2. أهم شيء أنزل شوي شوي، مسوي ثلاث مجموعات، كل مجموعة 10 تكرارات. وهيك بكون لعبنا أغلب عضلات الجسم، لعبنا بايسبس، ترايسبس، ظهر، أسفل الظهر. هيك بكون خلصنا
يعطيكم العافية. معكم الكوتش عدنان من جلوري جيم، الكوتش سهيلة من جلوري جيم. شكرا لكم.